مؤسسو الاتحاد الأوروبي يطالبون ببدء إجراءات خروج بريطانيا فورا، وعريضة مليونية في لندن تطالب باستفتاء ثان. حزب الله يعترف بالتمويل الإيراني، وتقارير تقدر إنفاق طهران على عناصرها في سوريا بنحو 20 مليون دولار شهريا. مقتل 30 مدنيا على الأقل في قصف جوي على دير الزور، والمعارضة تصد هجوما واسعا على حلب. عمليات بغداد تعلن رفع العلم العراقي فوق المركز الصحي على أطراف حي الجولان بالفلوجة. بلجيكا تعلن توقيف شخصين مشتبه بهما إثر عملية مداهمة ضد أوكار للإرهاب.